من الواضح ان المريضه بتعاني من متلازمه روبانسل. عشان اوضح لكم الموضوع ده اكتر، هي بتعاني من عاده اكل الشعر تقريبا من فتره طويله. الشعر دوت ما بتقدرش المعده تهضمه خالص، عشان كده حاسه بالالم الرهيب النهارده. لكن فريق الاطباء الحمد لله عمل العمليه وتم اخراج قومه الشعر ديت، اطمنوا. بس هتفضل فتره بسيطه معانا تحت الملاحظه، وان شاء الله هترجع احسن زي الاول. الحمد لله على سلامتك. مسكينة، آخر فترة صدق كان مبين عليها التغيير اللي صار لها. مو شوية، من يوم ما شالوا الرحم وهي حالتها غريبة. الله يعينها. تعالي، في شي دارك؟ أنا مرتب لك كل شي، كل شي راح تلقينا جاهز. الحمد لله على سلامتك وما تشوفين شر. ما تشوفين شر إن شاء الله. شر ما يجيك. والله الصراحة الواحد وده يقول الحمد لله على السلامة، بس انتي الله يهداك تصارخين بنصاص الليالي. أنا عبالي فيك ولادة ولا بطنك ياهل طلع كومة شعر. نجيب احترمي نفسك وتكلمي عدل. يما شو هالحكي الله يهداك. تعاليلي 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 ما بشوف ولا احد اللي تحت. شو استعورتي؟ يعيروني هذا. ما يخاف ما يخاف. امشي شوي شوي. يلا انا ساعدك انا ساعدك. الله الله. ما يخاف شوي شوي. حقيره. خلاص خلاص.